ازي حضرتك يا عم علي؟ عايزين حضرتك تكلمنا عن التنجيد. أيوة. لسه مستمر لحد دلوقتي؟ لسه التنجيد مستمر لحد دلوقتي يعني؟ طيب عايزين مقارنة ما بين زمان ودلوقتي. لا زمان كان احسن. احسن في ايه؟ في التنجيد يعني، في الزبون. ودلوقتي ما فيش، انقرضت الصنعة. انقرضت الصنعة يعني دلوقتي الحاجات اللي بتطلب وكانت زمان ما بتطلبش مثلا؟ لا ما بتطلبش. لا زي ايه؟ زي اللحافات مثلا، كان يعني دلوقتي ما فيش الا مراتب بس وخفيفه مش زي الاول. طب ايه السبب؟ ما عشان المراتب اللي طلعت دي السوست والسفنج مضغوطه. طيب التنجيد عندنا مراحل التنجيد بتبتدي بايه؟ المراتب التنجيد بتبتدي الاول بالدمور، خياطه. بيتخيط الدمور الاول. الدمور اللي هو ايه؟ اللي هو الخام، اللي هو القماش كسوه الكسوه. طيب وبعدين؟ وبعدين بنعبي القطن. وبعدين عايزين المراحل بعدين كلها. بنعبي القطن، بعد كده بنخيط. بنخيط زي الخياطه اللي على الجنب دي؟ ايوه اللي هو الزيج ده. وبعد كده؟ بس بعد كده بنلبس لها الكيس، وبعد كده خلاص بتروح على السرير. طيب ايه الفرق ما بين المرتبه القطن والمرتبه السوست الفايبر؟ لا القطن طبعا صحي. صحي يعني الفرق ما بين الاثنين بس ان القطن صحي؟ صحي طبعا، وقطن عمل يعني ممكن يتنجد كذا مره. يعني كل كام سنه ممكن يتنجد؟ ممكن كل خمسه، كل 10، بس قاعد زي ما هو يتعمل تاني. طيب الاسعار بتاعت التنجيد دلوقتي ايه؟ الاسعار يعني كويس الحمد لله، مش وحش. يعني سعر المرتبه كام تقريبا؟ الكبيره 150. 150 تنجيد. والصغيره دي 125. ده من غير القطن ولا القماش ولا اي حاجه؟ تنجيد بس مصنعيه بس. طيب والمخده؟ المخده ب 20. واللحافات تقريبا من امتى بطلت؟ اللحافات يعني كل 5 سنين مره طلب. تمام. طيب بيكون لي اسباب لطلب المرتبه غير انها صحيه؟ يعني في على حسب الاختيار. حسب الاختيار، في اللي بيختار دي وفي اللي بيختار دي. طيب حد جه لحضرتك؟ الأغلبية دي المراتب الجاهزة. حد جه لحضرتك وقال لك إنه لغى المراتب الفايبر واستخدم قطن؟ يعني كان حوالي دي 50% بيلغي. طيب إيه سبب إلغائهم للمرتبة الفايبر؟ مش بتريحوا. بمعنى إيه؟ مش بتريحوا في النوم يعني، تاخد فترة كده وبعدين تقصد حالك إنها مش بتبقى مفرودة زي المرتبة القطن؟ بالظبط بالظبط. طيب المرتبة بياخد تنجيدها قد ايه تقريبا؟ وقت؟ وقت يعني بيقعدوا ساعتين المرتبة. على حسب حجمها ولا كلهم ساعتين؟ الساعة 7. طيب والمخدة بتاخد وقت قد ايه؟ المخدة بتاخد بقى نص ساعة. نص ساعة. طب المرتبة بتاخد قطن قد ايه يا عم علي؟ على حسب برضو قوة الزبون، ممكن يديها نص جندار، ممكن يديها جندار الا ربع. 75 رطل يعني. ممكن جندار على حسب القوة بتاعت الزبون. طب هي بتكون أفضل كل ما زاد القطن ولا كل ما قل؟ لا طبعا كل ما زاد، كل ما زاد. طب إيه مميزات زيادة القطن؟ عشان تبقى تخينة. يعني كل ما زاد سمك القطن في المرتبة بتبقى أفضل؟ سمك هيبقى أعلى. طيب سمك أعلى. بيفرق حجم القطن في المصنعية بتاعتها؟ لا. يعني نفس المصنعية 150 جنيه؟ نفس المصنعية سواء كان قنطار قطن أو نص؟ حتى أحط قنطارين فيها.